احتياجات المرأة مش عيب على فكرة. خدعوكي فقالوا انتي اتضحك عليكي وتعالي بقى اقولك ايه هي احتياجاتك. كل المجتمع قال لنا عيب، عيب تتكلمي في حاجة زي كده. عارفة ليه بعد ما اتجوزتي وخلفتي لسه مش سعيدة؟ وعمرك ما هتكوني سعيدة وناجحة غير لما تعرفي احتياجاتك اللي انا هقولها لك في الفيديو ده. عيشي بكل سعادة الدنيا لانك اكتر واحدة تستحقيها، ويلا بينا بسرعة جدا جدا يا بنات نسرق من العمر لحظات. عاملين ايه يا احلى متابعات في الدنيا كلها؟ وحشتوني قوي قوي قوي، مش قادره اقول لكم قد ايه متحمسه للموضوع بتاعنا النهارده، لان من اهم الموضوعات على قناتي، لان كل اللي فاتكم والموضوع ده كوم ليه؟ لان يا بنات كل موضوع طلعت اقوله لك هو ده الدليل بتاعه، كل حاجه طلعت اقول لك اعمليها الدليل بتاعها بقدمه لك في الفيديو ده. كل مره قلت لك فيها خلي معاكي فلوس، كل مره قلت لك فيها انجحي، كل مره قلت لك فيها دوري على نفسك، دوري على شغفك، استقلي ماديا، كل ده كان لي سبب. السبب يمكن ما كانش باين في الفيديوهات اللي قبل كده، ولكن حبيت ان انا ابينه لان انا عارفه ان متابعات كتير ما تعرفش الكلام ده، وعارفه ان كمان نسبه كبيره من المتابعات اللي بيتابعوني امهات وعندهم بنات. فانا عايزه كل ام بتسمعني بعد الفيديو ده تحط نيه بينها وبين ربنا انها تعلم اللي انا هقوله لها ده لبناتها او لبنتها. دوسي لايك لان ده مهم جدا، ولو اول مره بتشوفيني فاهلا بيكي في قناه فاطمه زهران، صاحبه قناه فاطمه زهران على اليوتيوب ومؤسسه الكورس المجاني الناجح جدا جدا الحمد لله من صفر البطله. كل الشروط هتلاقيها في صندوق الوصف، اقري الشروط كويس جدا جدا، دخلي ايميلك ودخلي اسمك لو الشروط تنطبق عليكي، ولكن بعد مشاهده الفيديو كامل ما تسيبيش الفيديو وتطلعي لاي سبب من الاسباب. دوسي لايك ويلا بينا نبتدي. النهاردة يا بنات هتكلم معاكو عن احتياجات المرأة مش عيب على فكرة. يمكن يكون العنوان صادم شوية، يعني ايه احتياجات المرأة ومش عيب على فكرة؟ انتي قصدك تعلمينا ايه في الفيديو ده؟ عايزة اقول لكم ان للأسف انا عملت طبعا فيديوهات كتير بنقد فيها المجتمع، منها الفيديو ده لما طلعت اقولك اوعي تكسفي من انوثتك، الانوثة مش عيب، الانوثة مش عار. كنت بحاول اغير معاكم برمجة اجتماعية. النهاردة برضو رجع تاني انقد معاكم المعايير المجتمعية. الحقيقة ان المجتمع بتاعنا ربى المجتمعات العربية او اللي بتتحدث العربية بشكل عام، ربى كل بنت ان انت احتياجاتك جواز وخلفة. طب تنجح وتوصل لاعلى المراتب او مثلا تجيب امتياز في الكلية، الجواز والخلفة. تبقى دكتورة، الجواز والخلفة. تتجوز برضو ربي عيالك والجواز والخلفة. بس كأن الجواز والخلفة ده مسؤولية الست او مسؤولية المرأة لوحدها. فكلنا اتربينا على الاحتياجات الجسدية، دي اهم حاجة في الدنيا، الاحتياجات الجسدية اللي الجواز بيلبيها وغريزة الامومة والكلام ده كله. ولكن ياريت المجتمع بيقولها لنا كده، لأ بيقولنا اتجوزي عشان تبقي زي بنت عمك، بنت عمتك مش احسن منك، بنت خالتك جوزها غني، انتي زي القمر ازاي لسه قاعدة، طب خلفي، طب اربطيه معرفش عيل، الكلام ده كله. لكن لما الستات دي كبرت، طبعا الفيديو معاكم للقلب للقلب، بدأت تبعتلي تقولي الحقيني انا عملت زي ما ماما قالت لي وبابا قال لي، اتجوزت وخلفت وجوايا حاسه ان انا لسه ناقصني حاجة. الكل قال لي لما تتجوزي وتخلفي هتكوني اشبعتي احتياجاتك، وهتكوني كمان شغلتي الصورة المجتمعية اللي مرسومه لك، عملت اللي قالوا لي عليه بس لسه حاجة ناقصاني، ساعديني ايه اللي ناقصني. خدعوكي فقالوا انتي اتضحك عليكي وتعالي بقى اقولك ايه هي احتياجاتك. الاحتياجات اللي هقولها لك دلوقتي هي اجابة على السؤال اللي انتي سألتيه، ومش بس كده
لا ده كانت هي الدافع ليا ان انا اعمل الكورس المجاني من صفر البطلة، اساعد كل ست انها تدور على نفسها، ان انا اعمل فيديو تطلقني بسبب طبتي. وكمان لما عملت معاكم فيديو ليه لازم تكوني مستقلة ماديا، عملت معاكم فيديو تربية البنات اللي كسر الدنيا، اللي كل يوم ابص يقول لي جالك 50 مشاهدة النهاردة، جالك اعجابين كل يوم. معنى كده يا بنات ركزي كويس في اللي انا هقوله لك، احتياجاتك مش الاحتياجات الجسدية فقط، الاحتياجات الجسدية اللي الجواز بيلبيها. بصي على ناس حواليكي هتلاقي في ناس متجوزة مش سعيدة، بصي حواليكي هتلاقي في ناس ستات وستات امارات وناجحات ومتميزات متجوزوش اصلا، بصي حواليكي هتلاقي ستات متجوزة بس مش مخلفة لسبب او لاخر. الستات دي ما ماتتش، الستات دي ممكن تتكلمي معاهم تلاقيهم متصالحات مع نفسهم اكتر من اي واحدة تانية اتجوزت وخلفت. ده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا اتضحك علينا ان احنا احتياجاتنا مش جواز وخلفة وبس. من هنا بقى يا بنات جه فكرة الهرم، هرم الاحتياجات الانسانية، هحطه قدامي على الشاشة وانا بتكلم. الصدمة الكبيرة اللي ممكن تكون صادمة لبعض البنات اللي بتسمعني، ان الاحتياجات الجسدية اللي بيلبيها الجواز والاكل والنوم، الاحتياجات الجسدية عامة الفسيولوجية في قاع الهرم. تعلي شوية في الهرم تلاقي الامان، الحاجة للامان اهم من الحاجة الجسدية او اهم من تلبية الاحتياجات الجسدية. الامان اتكلمنا عنه في كل صوره، وانا في القناة هنا بعد القصص اللي انا سمعتها من الاستشارات وبعد الستات اللي كانت بتكلمني منهارة تقول لي انا ضيعت سنين، انا ضيعت 10-20 سنة وفي الاخر معيش غير ربع جنيه، مش معايا فلوس اعمل ايه، محدش هيساعدني. فهنا الاحساس بالامان، الامان المادي جزء من كده. كل المجتمع قال لنا عيب تتكلمي في حاجة زي كده، عيب تتكلمي في الفلوس، ما تتكلميش في الفلوس مع خطيبك، ما تتسألوش بيقبض كام، ما تتكلميش في الفلوس مع جوزك، الست الشاطرة تعيش على قد جوزها، الست الشاطرة هي اللي تدعم جوزها. وراء كل عظيم امرأة، انا ما بقولش حاجة وما بقولش ان انتي تتمردي وما بقولش ان انتي ما تدعميهوش، ما بقولش ان انتي ما تقفيش جنبه، ولكن بقولك اوعي تقعي تحت المثال اللي انا عملت عنه فيديو طلقني بسبب الطيبة، المثال اللي بيتنازل عن جزء من احتياجاته. انا كنت من اوائل الناس اللي شجعت في فيديوهات الخطوبة اللي انا عملتها من اكتر من سنة، شجعت البنات قلت لهم اسألي خطيبك انت بتقبض كام. قالوا لنا عيب تتكلمي في الماديات، لكن مش عيب ان انت تبقي عارفة انت داخلة على ايه، مش عيب ان انت تشوفي هل الحياة المادية دي هتكون كافية بالنسبة لك ولا انا محتاجة اشتغل، مش عيب ان انت تسألي ايه رأيك في شغلي، مش عيب ان انت تسألي ايه رأيك في تحققي، انت فهماني؟ فالامان المادي مش عيب ان انت تتكلمي فيه، ومش عيب ان انت تحققي لنفسك. لو جوزك مش هيقدر يحققه اشتغلي، حققي نفسك. لما عملت يا بنات كوميونيتي بوست وقلت لكم ان انا هعمل 6 مكالمات مجانية قبل ما اعمل اللونش بتاع الكورس المدفوع بتاعي من صفر البطلة، واللي كسر الدنيا الحمد لله، واللي ما بقاش فيه ولا كرسي واحد الحمد لله يا رب، شكرا جزيلا لثقتكم الغالية، اتكلمت مع ستات كتير. كان من ضمن الاسئلة انت ليه عايزة تنجحي، ليه عايزة تشتغلي، ليه عايزة تقبضي. قالت لي بجانب الإجابة اللي قالتها إن أنا عايزة أحصل على الأمان المادي، قالت لي علشان بنتي تفتخر بيا. بنتي بتسألني بتقول لي يا ماما أنت بتشتغلي إيه، ما ببقاش عارفة أرد عليها. تطلعي شوية في الهرم تلاقي السوشيال نيدز، الاحتياجات الاجتماعية، الكوميونيتي اللي حواليك، المجتمع اللي حواليك، فأنت محتاجة ناس تدعمك. مش كل حاجة في حياتنا الجواز والأطفال، الجواز والخلفة، الراجل اللي حياتنا بتتمحور حواليه. دوسي لايك لان الكلام ده بجد هيفيد بنات كتير. لما عملت فيديو الكورس المجاني قلت لكم كارثة من الكوارث اللي بتقابلنا كستات، مشكلة الاختزال. ويمكن انا ما سمعتش حد تاني بيتكلم في الموضوع ده، ولكن واجبي ان انا اقولك بيختزلوكي في كونك زوجة وام، لكن انتي زوجة وام ونفسك قبل ما تكوني زوجة وام، انتي علياء، انتي اسماء، انتي سما، انتي نهى، فلازم تشبعي الاحتياج الانساني النفسي الاول علشان تملي كوباية الزوجة وتملي كوباية الام، وإلا هتلاقيكي على جميع الاصعدة
حياتك بيت قايل للسقوط، لان انت مش عارفة انت مين، انت نفسك اولا. فهنا دايما بقولك حاطي نفسك بمجتمع ايجابي، مجتمع يدعمك، مش اي socialization وخلاص، مش اي اجتماعيات وخلاص. واتكلمت عن الموضوع ده باستفاضة كمان في فيديو صديقتي تقلدني وتغار مني، اتأكدي ان انت تشوفي قائمة الصداقة بعد الفيديو ده. نطلع بقى فوق شوية في هرم الاحتياجات الانسانية، السلف استيم، التقدير النفسي، التقدير والاحترام لذاتك، اللي عمره ما هيجيلك لو انت تحت رحمة حد، عمره ما هيجيلك لو انت بتتسهلي في حقوقك، بتتسهلي في احتياجاتك، زي الست اللطيفة اللي انا حكيت لكم عليها وقلت لكم كانت بتدعم جوزها وكانت بتحرم نفسها، وفي المقابل قالوا لها مع السلامة، ما انت كده كده بتحرمي نفسك، انت كده كده مش محتاجة حاجة. ما بقوش يصدقوا لما جات لهم تعيط تقول لهم انا محتاجة حاجة. بس عارفة بقى ايه اللي هيعلي من قيمتك وتقديرك واحترامك لنفسك؟ تحقق الذاتي. اول احتياج في قمة الهرم ان انت تكوني متحققة. ازاي اكون متحققة؟ بالنجاح، ان انا اكون ناجحة، ان انا اكون معتمدة على نفسي، معتمدة على ربنا في المقام الاول، ومعتمدة على نفسي. يعني انا في بيت مثلا وفي فرد من افراد الاسرة، سواء كان اب او سواء كان اخ، بيصرف عليا، لو حصل اي حاجة انا هعرف اصرف. طب انا متجوزة وجوزي هو العائل الوحيد ليا، لو حصل اي حاجة انا هعرف اصرف، انا هعرف اعيش عيالي، انا هعرف اجيب لهم اللقمة. الفلوس مش كل حاجة، ولكن ان انت تحسي انا ليا رسالة في الحياة، انا بعمل حاجة، انا بفيد ناس تانية، انا مصدر الهام لناس تانية، انا مصدر طاقة ايجابية، انا مصدر سعادة، انا مصدر خير، انا لما حد بيحتاجني بيلاقيني. كل الحاجات دي، الاجتماعيات اللي انا قلتلك انتي محتاجة لها، وشغلك على نفسك ونجاحك، هو اللي هيحققها لك، هو ده اللي في قمة الهرم، هو ده اللي بيخلي ستات اتجوزت وخلفت وعملت زي ما المجتمع قال لسه مش حاسين ان ليهم قيمة، لسه مش لاقيين نفسهم. ومن هنا بقولك ان لو انتي قاعدة في البيت بقالك كتير وحاسة ان انتي عايزة تبدأي من الصفر، حاسة ان انتي عايزة تشتغلي، حاسة ان انتي عايزة تقبضي وتستقلي ماديا، بس خايفة علشان ما عندكيش خبرة، سجلي في الكورس المجاني من صفر البطلة. لو حاسة ان انتي عندك شغف في الحياة وعندك رسالة، وكان نفسك وكان طموحك ان انتي تهدي الدنيا قبل الجواز وبعد الجواز بسبب العطلة، العطلة اللي انا بقول عليها عطلة ايجابية، انتي بتهبي الحياة لطفل، انتي بتتوقفي شوية بسبب فترة الامومة. لو حاسة ان انتي جواكي طاقة كبيرة نفسك تفيدي بيها نفسك دلوقتي وتفيدي بيها اولادك بعد كده لما تلاقي شغفك، فبدعوكي دلوقتي حالا ان انتي تنزلي وتسجلي اسمك وتدخلي ايميلك علشان ابعتلك قصة ملهمة جدا، قصة حياتي، قصة حياة ست زي ستات كتير قوي قوي مرت بنفس التجربة اللي انا حكيتها لك دلوقتي، ولكن قدرت ان انا ابدأ من الصفر في بلد مش بلدي، لغة مش لغتي، بدون شهادة وبدون خبرة. لو انا قدرت اعمل ده فانتي كمان تقدري، فخورة بيكي جدا. استمري، دوسي لايك وسيبي اسمك في التعليقات، بحبك قوي، مع السلامة.